مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في آخر المستجدات الرياضية على قناتكم قناة تأس في جود. دخلت إدارة أولمبيك أسفي في رحلة بحث جادة لضم لاعبين 2 أو 3 جاهزين خلال الفترة الحالية من الانتقالات الشتوية، رغبة في تقوية الفريق على مستوى بعض المراكز، وفي الوقت نفسه لاستكمال القائمة النهائية للفريق التي تضم 27 لاعبا فقط بتوصية من المدرب محمد القيسر. غير بعيد عن أسفي، وهذه المرة الكوكب يفسخ عقود لاعبين، بحيث تأكد مصدر من الكوكب المراكشي أن مسؤولية اللجنة المسيرة للفريق توصلوا إلى اتفاق نهائي مع اللاعبين هشام هرواش ومصطفى نعيم من أجل فك ارتباطهما مع الكوكب. وأضاف المصدر أن المفاوضات متواصلة مع الحارس محمد بن تومي للغاية ذاتها، وفسخ عقد الإعارة مع المدافع عبد الله الأبيض من وداد تمارا. في خبر آخر، كتف اتحاد طنجة اتصالاته لتعزيز صفوفه لتعويض النقص الذي يعانيه في أغلب المراكز. وكشفت مصادر مقربة من الفريق أن المسيرين يحاولون إغراء محسن يجور وزكريا حدراف وتوفيق إجروط للتعاقد معهم في المرحلة الانتقالات الشتوية الجارية. وفي خبر آخر، 150 مدربا يعرضون خدماتهم على الجديدة. قال عبد اللطيف المقتريد رئيس الدفاع الجديد إن إدارة النادي توصلت بأزيد من 150 طلبا من مدربين من جنسيات مختلفة عرضوا خدماتهم لتدريب الدفاع الحسني الجديد بعد مغادرة بدو الزكي الملتحق بالإدارة التقنية الوطنية. وأكد المقتريد في حفل توديع الزكي أن المكتب المسير وضع معايير محددة لاختيار المدرب الجديد، وسيشرك الزكي في اختيار مدرب للمرحلة المقبلة والتي تتطلب التريط والاستشارة مع ذوي الاختصاص. في خبر آخر، وصل فريق شبيبة القبائل الجزائري أمس الأربعاء إلى مطار محمد الخامس عبر رحلة جوية قادته من مطار الجزائر العاصمة. ويجري الفريق الذي سيواجه الرجاء يوم غد الجمعة عن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دور أبطال إفريقيا يومه الخميس حصة تدريبية بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية أخبار الرياضة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.